ديال الكويره. حنا هنايا عندنا ملف مطلبي تنطالبوا به، ما تنطالبوش بشي حاجه اللي هي كثيره ولا صعيبه ولا واعره على هذه الوزاره، الا اننا حنايا خصنا نكونوا بحالنا بحال الشغيله المغربيه، تكون عندنا حقوق وتكون عندنا قوانين بحالنا بحال كاع الناس، فقط ما كنطالبوش شي حاجه اللي بعيده عنا، لان ما عندنا حتى شي حق او اي صفه من الصفات، مع العلم اننا حنا اللي هازين الانديه النسويه، بل كاع الشبكات ديال وزاره الشباب والرياضه، الاطار المساعد هو اللي هازها، لا من ناحيه الانديه النسويه ولا التكوين المهني ولا دور الشباب سوسيو رياضي، كاع المسائل اللي كتخص الشباب والرياضه، الاطار المساعد هو اللي فيها، مع العلم ان الموظفين القارين ديال الشباب والرياضه ما بقاوش تقريبا، كاينين المؤسسات اللي ما فيها حتى اطار قار، كل شيء اطار مساعد من الفوق حتى لتحت، وهذا مؤسف ان الاطار هز مديريه على قدها، هز وزاره على قدها، وما يكونش عنده ابسط حق من حقوقه اللي هي اولا الخدمه، لان الخلاص اللي هو السميك على الاقل، الضمان الاجتماعي، التقاعد، ما عندناش ابسط حق من الحقوق الشغيله المغربيه. وحنايا هنايا كنطالبوا ان الوزير قال لك هو فاتح لنا الباب وفاتح لنا باش يستقبلنا، فاذا به ساد الباب علينا بالقفل، حنا يومين وحنا هنايا ما عطاناش حتى شويه من وقته باش يعطينا غير الحوار، بغينا غير يتحاور معنا، بغينا يعطينا حل، حنايا ما عطاناش حوار، ما عطاناش ساعه باش نتحاوروا، مع العلم انه في قبه البرلمان تيقول انه هويا باب مفتوح باش لينا باش يتحاور معنا، وقال لك هويا ان حنا ما جيناش عنده، حنا جينا بدل مره ألف، وكنا كنجيو بواسط، حاليا ما عندناش واسط، حنا التنسيقيه ديال الاطار الاطر المساعده دينيشن كدوي على حقها الراسه، وحنايا ما تنطلبوش بشي حاجه مستحيله، حنايا باغيين فقط حق من ابسط حقوق المواطن او الشغيل المغربي. حنا بغينا سيدنا يوصل باش نشوف هذا الشيء، وكيجيو الاطر اللي عندنا من هنا من الرباط وما كنشوفوهمش، كيخبعونا حنايا، حنا ما كاينينش، حنايا راحنا مظلومين وحقنا عند الله، ورحنا ما كنطلبوش شي حاجه اللي باش يعطيونا ولا يرزقونا من عندهم، خدمنا قال لك خدم من صغري لكبري، ودابا احنا في الكبر احنا كنعاني، رحنا مراد، رحنا عقليا راهو كنخرج من نهارنا للشارع احنا غادي نحماقوا، لان من 64 راه ما كايناش، ما كاين حتى شي واحد هنايا في العالم يخدم من 64 حتى لدابا وما تعطاناش الحق ديالو، ومن يتخلص ما كاين لا سينيسيس لا حتى حاجه. سكتونا واحد العام بديك صندوق الضمان الاجتماعي، ومن تما ما خلصوا علينا، رحنا عندنا البطاقه ولكن حتى شي حاجه، كنطلبوا حقنا، كنطلبوا حقنا، والا هما زعما مواصلين المناصب يعطيونا حقنا، تا هما عندهم ولادهم رحنا كنسالوا لهم حقنا في ولادهم، الا ما عطاوناش حقنا تا هما يشوفوا ديك الشفه اللي راهم كيشوفوا فينا يشوفوها في ولادهم، احنا كنحولها، وعاش الملك، عاش الملك.